أهلا، صباحكم الله بالخير. طيبين. أمس يوم شغلت الماكينة كان عندي مشكلة بعد ما تعب سخان التبخير. هذا شيء اسمه الأنتي فاكيوم فالف، اللي هو إذا تعدت درجة حرارة السخان 100 هذا يرتفع يقفل. وظيفته زي وظيفة الفالف القدر الكاتم، انه ما يزيد، انه اذا زاد درجة حرارة هنا عن نسبة معينة يعني السخان بتل يشتغل، هذا يفتح مرة واحدة. فكان عندي مشكلة، كان عندي تهريب فيه، فجبت هذا حق المكان اللي 61، توقع احتاج الربلة منه لان هذا ما اتوقع انه راح يركب هنا. بس أفكه نشوف ممكن الربل ناشي ولا شيء. هذا هو طلع معي كامل، بس أنا أبي أفك الجزء هذا عشان أتأكد من البلب. هذا البلب إذا سخنت الماكينة يرتفع هذا كذا ويقفل. فأمس يوم هو مقفل كان هنا يطلع بخار. أتوقع يا رب المنكسرة أو متحركة من مكانها، أو ممكن فيها ملاح جوا. فخلونا نشوف. فهذا نفك هذا كذا. هذا البلب، هذا الربلة. والله يابس، شوفوا منكسرة. فتتت. فتوقع يبين الربلة هنا، نشوف كم المقاس. رجعت هذا مكانه، هذا ندور له الربلة ان شاء الله. اخذت اللي هذا اعتقد حق E61 وركبت الربلة حقته هنا، ركبت اكبر مقاس بشكل كبير حق الماكينة هذه. بس قول ان شاء الله انه تمام، وبدور انا مقاس ربلة. ركبته، شوف الحين سخن السخان، المفروض انها تسكر وتقفل. الربلة اصغر شوي، نقول ان شاء الله انه تركب وتمشي الحال لين احصل ربلة ثانية. والله في تشريب. فأتوقع لازم مربع كبير. أي كأنها قفلت. وقف الحين خلاص، وصل الواحد نص بار اللي هي أنا حاطها. انه شوي فيه تسريب. فنشوف سالفته، خل اطلع الحين نتفاهم معها بعدين.